تحكي اهداء يعني مزبوط انا ما فزت هاي المره بس ان شاء الله المره الجايه راح افرجيكم محمد ايش ذكرك هذا الموقف ذكرني بوقفتي قدام الناس بستار اكاديمي طبعا اكيد ما بتوقف الحياه عند الخساره للي ما حلفهم الحظ طبعا اليوم لانه كثير في ناس ما بتفوز وما برضه بتكون حياتها كثير حلوه والله بوفقها طبعا كثير بسطنا باغانيك ومحمد نحط لكم مفاجاه الاسبوع المقبل تفضل احكي عنها محمد ان شاء الله صورت انا اغنيه فرعون اللي سمعتوها قبل شوي فان شاء الله رب العالمين خلال 10 ايام لاسبوعين راح تشوفوها على الشاشات الغنائيه العربيه وبتمنى من الله التوفيق وشكرا كثير لوجودكم معنا اليوم ثانك يو روز على تقديمك الحلو وانا جاي اعمل اسئله مجيئه يا جماعه بس بالضبط يعني تك هنا والله بزبط محمد بكره تعال نعمل لك فويس تيست طيب بالاذاعه عموما محمد رمضان كمان فرعون راح تكون كلياتها مشغولة بالأردن الكليب كل كاس العمل لأنه الأردن أولا فقال وين نصور غير عن الأردن مرة جديدة